مخرج عمرو أبيل، رئيس ومؤسس منتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة. بات للمسرح دورا هاما في تنمية ثقافة الشباب وتوعيتهم بقضايا المجتمع، خاصة المسرح الجامعي الذي لطالما شهد كثير من الموهوبين. وحرصا على تطوير هذا النوع من الفن، عقدت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قبيل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل وشروط الدورة الثانية منه، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته الدورة الأولى محليا وعالميا. السنة دي الملتقى حيشهد زيادة في العروض المسرحية، حيشهد تنوع كمان في الدول يعني اللي عملنا بالفعل معاها بروتوكولات تعاون وتواصلت معانا. يمكن هيكون في تواجد مهم للمسرح الجامعي الفرنسي والايطالي وايضا الالماني والاسبان في طريقنا اللي عمل بروتوكول معاهم مع احدى الجامعات في اسبانيا. ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي هو اول ملتقى دولي من نوعه في مصر، حيث يتم استضافة مجموعة من الفنانين والباحثين من مصر والعالم في مجال المسرح الجامعي، وتتنافس من خلاله عروض مسرحية لفرق من مختلف دول العالم بعد تأهيلهم من خلال عدد من الورش الفنية المختلفة. احنا بنعمل الاحتكاك ده عن طريق الورش التدريبية اللي احنا مستضيفين فيها مدربين من دول عربية مختلفة ودول أجنبية، في انهم يضيفوا ثقافتهم على ثقافتنا ونطلع منتج مختلف ومميز ونطور الشباب. الدورة الأولى من الملتقى حملت اسم الفنان يحيى الفخراني الذي حرص على حضور جميع الفعاليات، وكشف المؤتمر أن الدورة الثانية ستحمل اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وستشهد 10 عروض مسرحية بما يزيد بعرض واحد عن العام الماضي، بالإضافة إلى تنظيم 6 ورش فنية متنوعة. السنة اللي فاتت كان العرض اللي كسب هو العرض المكسيكي، هم جم بثقافتهم وبلغاتهم وبكل حاجة، وكان العرض فعلا مبهر جدا جدا جدا، وده يعني خلى الشباب بتوعنا والشباب المصري، لان احنا طبعا في مجموعه من الشباب الجامعيين المصريين بيشتركوا في الملتقى، فبيحصل احتكاك بينهم وبينهم وبيعرفوا دول ايه مسرحهم بيشتغل ازاي وهنا بيعمل ايه، فده بدليل ده بيعمل نوع من الثقافه والاحتكاك بينهم وبين بعض.